يقول السائل: لي أخ مريض لا يستطيع أن يأتي إلى مكة للعمرة، فهل أعتمر بدله؟ نعم. يقول: لي أخ مريض لا يستطيع أن يأتي إلى مكة للعمرة، فهل أعتمر عليه؟ إن كان هو اعتمر من قبل الحمد لله أدى ما عليه، ولا تعتمر عنه عمرة نافلة، ما تعتمر عنه عمرة نافلة، عمرة النافلة ما تدخلها النيابة، يعني ما فيه دليل على أن أحد يعتمر عن أحد نافلة أو يحج عن أحد نافلة وهو حي. أما الميت نعم، الميت يعتمر عنه، يحج عن فريضة ونافلة، لكن الحي لا يعتمر عنه ولا يحج عنه ما دام على قيد الحياة إلا في حالة واحدة، إذا كان لم يؤدي حجة الإسلام أو عمرة الإسلام ولا يستطيع أن يأتي، عجزه مستمر ما ينتظر أنه يتمكن فيما بعد ويجي، ما ينتظر منه ذلك، هذه الحالة يجوز النيابة عنه للفريضة خاصة، أما النافلة لا، ما دام حي لا يعتمر عنه ولا يحج عنه نافلة ما دام على قيد الحياة، لأن الأحاديث إنما جاءت في النيابة عن الميت وعن العاجز عن الفريضة وهو حي.